في البدايه خالص انا كنت في ناس اعرفهم فاعرف ان الحكايات دي بتحصل عندهم حقيقي وهم كانوا بيحكي له يبقى صحاب جيران ايا كان. فانا بقول لماما احنا هنعمل النهارده فكره واحد اتنين تلاته ما بكتبش سكتش انت دول يعني كذا وانا كذا انت يعني بترتجلوا اسمها ارتجال كده والله ما بنكتبش سكتش انت عارفه خالص. الارتجال ده ماده بيدرسوها في معهد التمثيل وماده صعبه جدا وصعب انك الكلام يطلع منك جوه الشخصيه فانك مش بتكتبي سكريبت فانت عظمه خلاص انت بتعيشي بطبيعتك كده بقى وبنتقمص احنا بقى احنا 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 بنحط اول نقطه بتشوفي بقى اللي حصل مع دي واللي حصل مع دي تلاقي الفيديو مشي كده ده منهج في التمثيل ده سبحان الله والله ربنا دي من عادي نعمه من عند ربنا والله كتير بيكتب لي كتير بيكتب لنا ان انتم ممثلين عظماء لان احنا بنمثل الواقع اللي حوالينا بالظبط وانت بتحزني بجد وبتاخدي على خاطرك بجد وتتضايقي من ما لا ده انت ممثله عظمه عظمه يعني ما شاء الله يعني ربنا يخلي حضرتك حبيبتي. طيب وقبوله برضو ناس تقولك هي انت وظيفتك بس تطلعي السوشيال ميديا تعملي السكتشات اللي بتعمليها او الفقرات التمثيليه اللي بتعمليها حزينه كانت او مفرحه بس كده في الحياه؟ لا طبعا انا ما بعتمدش على السوشيال ميديا في يعني اصل البني ادم اللي يمشي ورا السوشيال ميديا بس دوت يبقى هو كده بيضيع نفسه لازم يبقى عنده هدف الاول يعني انا محاميه انت محاميه اسم الله اسم الله اسم الله فانا عندي شغلي انا ما سبتش شغلي بجانب السوشيال ميديا فانا موجوده في الشغل بتاعي وموجوده في السوشيال ميديا طب لو السوشيال ميديا هتاثر على شغلك هتختاري مين لا اكيد شغلي هو الاساس السوشيال ميديا مش تعليمك طبعا صرفنا عليه وبقت الاستاذه المحاميه يعني انت لو اتخيرتي بين شغلك وبين السوشيال ميديا شغلي مستقبلك مستقبلي طبعا السوشيال مش مستقبل دي حاجه انا مقتنعه بيها طب انت بتعمليها هدفك منها ايه هقول لك انا بقى في ناس بتبقى شريره بطبعها فهي خلاص هي اتعودت على نفسها كده فطبيعي هتفضل تتعامل مع مرات ابنها او سواء العكس عماله تتعامل بشر بشر فهي مش شايفه ان اللي هي بتعمله ده وحش فلما انت هتجسديه بقى في شخصيه وهي تشوف قدامها فهتلاقي دي تصرفاتي طب انا بعمل معاها كده لا فاللي انا كده بعمله ده غلط فبتوصلي لها بقى الفكره يعني انت بتقدمي فكره والفكره ليها اهداف مجتمعيه طبعا لانك ست محاميه فانت كمان شايفه كتير قوي وهدفك من الفكره دي ان الناس تتطعس تتطعس بالظبط او كدا. اللي بيعمل كده لا انت كدا. غلطان صح كده برافو عليك.